وعطيني حجار. كم مش أخذ حجار صحيح. أنا رجعت أنا اسمه ما أخذها. الحمد لله بعد فضل الله بعد ما الجيش اقتحم الفرن وتم تفجير بيت النار وتفجير محل ما كان يشتغل الشاب اللي كان هون بالفرن اللي هو إياد شبارو تم إعادة ترميم الفرن وإن شاء الله برجع بيشتغل زي ما كان وأحسن والجيش هن بخربوا وإحنا بنصلح. إحنا مهمتنا في هاي البلد إنه نعيد تصليح مهما ضرونا مهما هدوا مهما عملوا فضل الله احنا الشعب الفلسطيني كلنا واقفين على اجرينا شو بخربوا احنا بنصلح واحنا اهل هالبلد بالمال بتعوض الحمد لله سلامة الشباب كلها بخير وما واحد اتأذى. هن لو طلع بيدهم يدمروا الفرن كامل ينزلوا ما قصروا بس كانت عمليتهم انه خلص اعتقال الشباب والدمار يعني داخلي صار انه الحمد لله رب العالمين ما صارت اضرار كبيره الحمد لله رب العالمين يعني ورجع الفرن زي ما كان واحسن.